النهارده كانت قرعه دوري ابطال افريقيا، الاهلي كان بيترقب وكان كل جماهير النادي الاهلي بتنتظر من سيلاقي النادي الاهلي في دور الثمانيه. النهارده القرعه اتعملت، الاهلي سيواجه سيمبا التنزاني. لكن عايز اقول كلام مهم جدا عن مواجهه الاهلي امام سيمبا التنزاني. الاهلي كان هيواجه الترجي او مازيمبي او سيمبا. النهارده القرعه اوقعت الاهلي امام سيمبا، المباراه الاولى هتكون خارج مصر، والمباراة الثانية إن شاء الله هتكون العودة على ملعبنا في استاد القاهرة وسط جماهير النادي الأهلي. مباراة سيمبا، وطبعا وقتها هيبقى فيه كلام وفيه تفصيل وفيه شرح وتحليل فني، لكن سريعا مباراة الأهلي أمام سيمبا في دور الثمانية هتكون مباراة صعبة، وهتكون مباراة صعبة جدا. صعوبة المباراة إن نادي سيمبا في الوقت الحالي وفي الفترة اللي احنا بنتكلم فيها بيمر بفترة كروية جيدة زي ما احنا شايفين قدامنا. قرعه الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، الاهلي سيواجه سيمبا التنزاني، ومازيمبي الكونغولي يواجه بترو اتلتيكو الانجولي، والترجي التونسي يواجه اسك الافواري، ويانج افريكانز هيواجه سان داونز. مواجهه الاهلي امام سيمبا مواجهه صعبه. صعوبه المباراه ان دائما وابدا مباريات الاهلي امام سيمبا بتكون في تنزانيا، الملعب مكتظ بالجماهير. سيمبا هو النادي الشعبي هناك في تنزانيا، عنده جماهيريه كبيره، فاذا مباراته امام النادي الاهلي هيكون فيها جماهير كبيره بشكل كبير. المباراه هتكون في رمضان، من المحتمل ان تكون المباراه واللاعيبه صايمه. الامر الثالث، بعد الاجنده الدوليه اللي هتنتهي واستدعاء 10 لاعبين من النادي الاهلي تحت قياده الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، المعسكر هينتهي في الامارات يوم 26 مارس. المباراة هتكون من المحتمل 29 مارس، فاحنا بنتكلم في 3 ايام او يومين اللعيبة هتسافر من الخارج. لسه الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي هيكون عليهم ترتيبات مهمة جدا علشان الفترة اللي جاية. بعد ما تخلص من معسكر منتخب مصر، اللعيبة سريعا هتطير على تنزانيا، هتكون خارج من اجندة دولية، اللعيبة مجهدة. عندك عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي، عندك عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي. ايضا المدير الفني لنادي سيمبا عبد الحق بن شيخه، وده مدرب جزائري، ده اللي واجه النادي الاهلي في مباراه السوبر الافريقي وتغلب على النادي الاهلي، وكان بيقود القياده الفنيه لاتحاد العاصمه الجزائري. فاذا النهارده مباراه الاهلي امام سيمبا لما يجي وقتها هتكون مباراه صعبه، مش زي ما تصور البعض او زي ما قال البعض انها تكون مباراه سهله، مواجهه سهله، النادي الاهلي حاجز دوره في الدور قبل النهائي. لا، هتكون مباراه صعبه، وقلت الصعوبات اللي انا سردتها مع حضراتكم. معسكر منتخب مصر الفتره الزمنيه قليله، هيكون فيها عمليه سفر ما بين الامارات لتنزانيا مسافه بعيده، ايضا جماهير سيمبا والتواجد الجماهيري. شفنا في الدوري الافريقي اخر مباراه كانت مواجهة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، كانت في الدوري الأفريقي انتهت بالتعادل الإيجابي في تنزانيا 2-2، وفي القاهرة التعادل الإيجابي 1-1. إذن النهاردة مباراة الأهلي أمام سيمبا هتكون مباراة صعبة، لكن إن شاء الله عندنا ثقة في لاعبي النادي الأهلي. المباراة الأولى هتكون خارج مصر في تنزانيا، المباراة الثانية هتكون إن شاء الله على ملعبنا وسط جماهير النادي الأهلي، هتكون في استاد القاهرة، وإن شاء الله يكون الأفضلية للنادي الأهلي. دور النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد مواجهة سيمبا، ويا رب نعدي من الدور ده، هتقابل الكسبان من مازيمبي وبترو أتلتيكو الأنجولي. هتكون أيضا المباراة الأولى خارج مصر، والمباراة الثانية هتكون على ملعبنا، لكن وقتها إن شاء الله هيكون في كلام وفي تحليل فني وفي مساندة وفي دعم للاعبي النادي الأهلي.